دلوقتي خلينا نروح نتابع مع حضراتكم أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتنطلق البطولة العربية للجودو اللي بتستضيفها مصر بمدينة العالمين الجديدة، ومن المقرر أن تقام البطولة في الفترة من 15 ل 18 أغسطس بمشاركة العديد من الدول العربية، في ظل ثقة الاتحادات الدولية والعربية والإفريقية لإقامة البطولات بمصر. النهاردة آخر يوم للتحويلات الإلكترونية للتلاميذ بين المدارس والإدارات ومن المحافظات للقاهرة، بعدها هيتم غلق باب التحويلات وفقاً لما أعلنت عنه مديرية التربية والتعليم بالقاهرة. النهاردة هيتم توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للثقافة واتحاد المعاهد الوطنية الثقافية الأوروبية لتنفيذ المرحلة الثالثة من منحة دوائر الإبداع Creative Circles. يهدف المشروع لتطوير المشاريع الثقافية لشباب الأقاليم في إطار استراتيجية وزارة الثقافة المرتبطة بخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. النهاردة تقرر فتح باب التسجيل لطلاب تنسيق المرحلة الثانية لمدة 5 أيام تنتهي يوم 19 أغسطس الجاري، وبلغ إجمالي عدد طلاب الشعب العلمية 295,445 طالب بالمرحلة الثانية للتنسيق، وعدد طلاب الشعب الأدبية 90,678 طالب بإجمالي عدد طلاب المرحلة 350,133 طالب.